دقيقة هذه زوم 73. مرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا من 10 متاع الصباح وتكملوا معنا إن شاء الله حتى لنص نهار ما تبدلوش الموجة. نحكيو توت سويت على الوضع الوبائي في سوسة باش نمشيو لسيدي بوعلي. نحكيو اليوم على 122 إصابة جديدة في ولاية سوسة، مش اليوم هذا آخر تحيين نهار 4 أكتوبر. إجمالي عدد الحالات في سوسة 2343 إصابة، منهم 4 حالات وفاة الله يرحمهم و22 إصابة في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية. سيدي بوعلي 7 حالات جديدة بتاريخ 4 أكتوبر، إجمالي عدد الحالات 74 إصابة. سيدي بوعلي هي المعتمدية الثامنة من حيث العدد الجملي للإصابات في ولاية سوسة. العدد ما يتسماش، يعتبر عدد ضعيف، وإن شاء الله ربي يشفي المصابين الكل. تفاصيل الوضع الصحي في سيدي بوعلي باش نعرفوه توت سويت في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. باش نعرفوا الوضع الصحي في الجهه، ما احسنش ما يكونش يكون معنا سي ابراهيم ابو بكر رئيس بلديه سيدي بوعلي. صباح الخير ومرحبا سي ابراهيم. صباح الخير ونهارك اسعد ليام. مرحبا بك على موجات نجم اف ام. مرحبا جميع المستمعين. سي ابراهيم، نعرفوا شويه تطور الوضع في سيدي بوعلي. هل 74 اصابه هذيا فيهم للممتاز؟ يعطيك الصحة، أنا مش نحب نصح المعلومة اللي عندك. حاليا ليوم الناس هذا عنا 84 حالة منذ مارس، منذ معناها ظهور هذا الوباء 84 حالة. ال 74 حالة اللي عندي هذي حسب الإدارة الجهوية من الدائرة الصحية بسيدي بوعلي التي تملك العدد والرقم الصحي. والرقم اللي أنا قلته سي إبراهيم هو نقلا عن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة على الموقع الرسمي متاعها والناطقة الرسمية متاعها. شوف التواريخ، لكل ما في الأمر أن هذي منذ تاريخ فتح الحدود راهو. لا أنا شو نقول لك، أني تو خذيت الأرقام من الدائرة الصحية بسيدي بوعلي، والمهم أنه إن شاء الله كسوى يعني 84 ولا 74، ربما التحيين ما كانش في وقته. نقول أن 84 حالة في سيدي بوعلي منذ مارس، تم يعني بفضل الله شفاء 43 حالة. يعني التحليل اللي تقوم بها الدائرة الصحية كانت متواترة ومتتالية. يوم 29 سبتمبر عملنا 11 تحليل، 7 حالات إيجابية. 30 سبتمبر 14 يعني تحليل، 7 حالات إيجابية. وآخر مرة آخر تحليل يوم 1 أكتوبر 15 تحليل، 7 حالات إيجابية. لاحظ أن نمشيو تقريبا بالنصف 50%، وذلك علاش هو العدد 84 حالة مصاب، وعنا 43 منهم حالة شفاء. نحن الآن بالدائرة الصحية بسيدي بوعلي بصدد إجراء 24 تحليل، لكن عنا مشكل عويص يتمثل في أن التحاليل التي يتم رفعها من سيدي بوعلي تبقى لمدة زمنية غير قليلة. قداش تقعد تقريبا سي ابراهيم؟ ساعات تقعد مخزونه وفي الحفظ في الفريجدير نهار والا نهارين في سيدي بوعلي، ثم يتم نقلها الى المخبر بفرحة حشات. على هذا الاساس نطلب بكل لطف من السيد المدير الجهوي للصحه بسوسه انه ياخذ بعين الاعتبار منطقه سيدي بوعلي، يعني منطقه موبوءه، وبالتالي يعني ما فيها باس انه يكون عنا الأولوية والشكر الجزيل له. يعني عنا الأولوية في شنو سي إبراهيم؟ باش العباد اللي تسمع فينا تفهمنا، في رفع العينات. احنا صحيح احنا نرفع العينات ثم القيام بالتحاليل، يعني إخراج النتائج نتاع التحاليل لكي يطمئن الناس، ولكي على الأقل تعرف الناس شكون يعني مصاب، وبالتالي يتم الابتعاد عنه. خاطر ساعات الإنسان الأعراض ما تظهرش 100%، وبالتالي هو مصاب ويعني يبقى في احتكاك مع بعض المواطنين. انا نحب نحكي معاك في الموضوع هذا يا سي ابراهيم. فما برشا حديث اللي مات في سيدي بوعلي ولا مواقع التواصل الاجتماعي، فانه فما عباد عندهم رفعوا التحاليل نتاعهم، خذوا عليهم العينات، ولكن الناس هذوما اليوم قاعدين يدوروا في الشارع. ما صحت الحديث هذا؟ اي صحيح، فما البعض هذا لا يمكن انكار ذلك، لكن البعض متعرف الامور حالات شاذه، لكن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. في الوباء سي ابراهيم مش يحفظ ولا يقاس عليه. شوف احنا نعرفوا ان فما البعض من المتمردين ما بين ظفرين والا
يعني نوع من الاستهتار، والسلطة المحلية والأمن له بالمرصاد، ونتم يعني تبليغه بخطورة ما يقوم به باعتبار أنه هذاك يدخل في خانة القتل العمد، وبالتالي يجازى عليه حتى قانونيا. على هذا الأساس نحن كل واحد يحاول أنه يتمرد وإلا يعني يستهتر بأرواح العباد نوقفوه عند حده وما نخليهوش يتمادى. عندنا زوز حالات مسنين يرقدوا الآن في مستشفى فرحات حشاد، إن شاء الله ربي والبقية إن شاء الله تكونوا يعني في صحة جيدة، وإن شاء الله مرة وكان الخير إن شاء الله. ربي يحمي سيدي بوعلي ويحيي تونس، ويعني إن شاء الله بفهم كان خير ان شاء الله. سي ابراهيم به انتم تواك سلطه محليه، باش نحكي شويه على التفاعل نتاعكم مع العبيد اللي قاعده تثبت اصابتهم اليوم. هل كل نهار تقريبا 7 حالات ايجابيه؟ فما تعقيم ساعه اولا تم تسجيل اصابات في المؤسسات التربويه قبل تعليق الدروس والا لا في الاطار التربوي والتلامذه؟ ثانيا هل تم تعقيم معناتها الناس هذوما اللي تثبت اصابتهم يتم تعقيم المنازل نتاعهم، يتم تعقيم البقايا اللي ارتادوها؟ اكيد يمشيوا للقهاوي اذا كان هم رجال يدوروا في المؤسسات العامة. فما برشا ناس في سيدي بوعلي مصابين وما يحبش حد يسمع بهم، والدائرة الصحية معناها أما أنتم سلطة محلية تسمعوا بهم. أي نعرف نسمعوا بهم، ولهذا يعني أمس برك جاني مواطن البلدية وقال لي يعني من فضلك سيد الرئيس أنك تقوم بتعقيم الدار، فيعني قمنا على الفور في العملية حتى يعني يطمئن هو ونطمئن نحن. نحن نقوم بالتعقيم يعني عندما يتم تبليغنا ونمشي على عين المكان، عين المكان يعني في الدار ولا ربما حتى في الحومة نقوم بعملية التعقيم، ونحن بصدد تعقيم حتى يعني المؤسسات الأخرى على العموم كما المقاهي كما المؤسسات العمومية القبادة والبوسة والبلدية والأمن، سواء كان الأمن للشرطة وإلا يعني الحرس في سيدي بوعلي، والبلدية يعني قدر المستطاع حارسة على أنها تقوم بجميع الإجراءات لحفظ أرواح العباد وحتى لا يعني يتفشى المرض بصفة سريعة وأسرع. أنتم عندكم قائمة في أسماء المصابين سي إبراهيم؟ شوف احنا عندنا قائمة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نبوح به. ليه مش للبوح؟ نعرفوا هذايا حفظا للمعطيات الشخصيه، احنا ما مش هذايا السؤال، ولكن في حال انه لا قدر الله تم تسجيل حاله وفاه، خاطر شفنا هذايا مثلا في حمام سوسه يتوفى مصاب بالكورونا ولكن العائله ما تعلمش البلديه ويتم تغسيله ومحاوله دفنه بطريقه طبيعيه، دونك انتم في سيدي بوعلي عندكم قائمه محينه لاسماء المصابين؟ اكيد عندنا قائمه محينه ونعرفوا حتى شكون بالسن شكون معناها مريض وشكون صح. نحب نأكد لك على أنه سيدي بوعلي هي قرية صغيرة وكنا نعيش كأن في عائلة واحدة، وحتى من سيقوم بعملية الدفن لا قدر الله لا قدر الله ثلاث مرات فهمني أنه رئيس البلدية هو الذي سيتولى عملية الدفن، وإن شاء الله مراوش النهار هذا، وأنا يعني إن شاء الله ربي يشفي كل المصابين في المنطقة. يا خوفي كثر خوفي أني نولي ندفن في يوم من الأيام ابناء بلدي. ان شاء الله ما نوصلوش الهدايا سي ابراهيم، وان شاء الله ربي يلطف بنا الناس الكل ويشفي المصابين الكل. شكرا لك ابراهيم ابو بكر رئيس بلديه سيدي بوعلي على المداخله هذيا. الوضع الوبائي في سيدي بوعلي الحقيقه هو يقول منطقه موبوءه، ما تعتبرش موبوءه برشا سيدي بوعلي، اذا كان نحكي على 84 حاله فقط هذا حسب الدائره الصحيه بسيدي بوعلي. ان شاء الله ربي يشفي المصابين الكل وربي يلطف بالناس اللي مازالت تستنى في التحاليل في النتائج نتاعها. ان شاء الله نداء رئيس البلديه يكون وصل للمدير الجهوي للصحه يطالب بالتسريع في رفع العينات واخراج نتائج التحاليل باش نتجنبوا انتشار الفيروس في المنطقه هذه. 10:47 دقيقه بعد شويه فما مصابه بكورونا تستغيث من زاويه قنطش، نعرفوا التفاصيل الكل. مراه وحدها في الدار وخايفه على روحها وعلى صغيراتها، شنو اللي صار بين البارح واليوم في حاله المراه هذه؟ نعرفوهم بعد شويه في زوم 73.